يقول السائل: هل يجوز بيع أو شراء شريط قرآن إذا عرفنا أن المقرئ مبتدئ؟ القرآن يجوز بيع شريطه، يجوز بيع المصحف على الصحيح لأجل أن ينتفع به، لأجل أن ينتفع به. وكون المقرئ الذي قرأ غير مستقيم هذا لا يمنع من بيع شريط القرآن، لأن المقصود القرآن كلام الله عز وجل، وأما المقرئ فذنبه عليه، لكن نحن نستمع القرآن ونشتري القرآن لنستفيد ونتعظ بالقرآن.